بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي مشاهدي قناة نادي القانون والتمويل، يسرني أكون معكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامج تبسيط القانون لفهمه بفهم رجل الشارع العادي، بعيدا عن الجدل الفقهي، مستعينين بما تواترت عليه أحكام المحاكم المصرية لتبسيط المعلومة القانونية وتوصيلها لسيادتكم في أبسط صورة. النهاردة يعني هنتكلم عن موضوع ورد لينا ليه مسائل أو أسئلة أو كثيرة أو استفسارات من سيادتكم، وده اللي احنا دايما يعني حابين نتكلم فيه، ان احنا نكون بنتكلم في مسائل بتمس الواقع، بمسائل تكونوا حابين تستفسروا عنها. فلذلك دايما بنؤكد وبنقول يا جماعة، يا ريت لو عندكم أي موضوع حابين تستفيدوا بيه أو حابين تعرفوا عنه معلومات قانونية، يا ريت تبعتوا لنا وإحنا مش هنتأخر في رد عليكم. موضوع النهاردة هو منكم سؤال ورد لينا بخصوص الإيجار في ظل القانون رقم 4 لسنة 96. في القانون 4 لسنة 96 بنجد أن المشرع تخلى عن كل المحاذير والقيود اللي هو كان وضعها في ظل القانون الإيجار القديم. بنجد أنه في ظل القانون 4 لسنة 96 عقد الإيجار بيبرم وفقا للقاعدة القانونية الشهيرة اللي هي بتقول أن العقد شريعة المتعاقدين. طيب يعني إيه العقد شريعة المتعاقدين؟ أي أن ما اتفق عليه المتعاقدين، هو في عقد الإيجار هنقول المؤجر والمستأجر، ما اتفقوا عليه سواء في الإيجار أو في المدة أو ما شابه ذلك، كل هذا لا يخص المشرع في أي شيء، لا يتدخل فيه المشرع، بل تركه للمتعاقدان ينظمان العقد كيفما يشاءون وكيفما يرون، ولكن شرط صغير جدا، ألا وهو عدم مخالفة هذه الشروط للقواعد وللنظام العام. عقد الإيجار في ظل القانون 4 لسنة 96 يبرم بين الطرفين المؤجر والمستأجر كل حسب ما يرى وفقا لمصلحة كل طرف. يعني النهاردة لو أنا عندي شقة عايز أجرها وبيجي لي المستأجر، فأنا بطلب منه قيمة إيجارية معينة، غالبا هي بتكون وفقا لسعر السوق. طيب لو احنا النهاردة قلنا ان مثلا هنضرب مثال، حضرتك عندك شقة عايز تأجرها، القيمة الإيجارية في المنطقة اللي حضرتك فيها بتتراوح ما بين 2000 ل 3000 او 4000 او 5000 ايا كان الرقم. لو انا قلت النهاردة ان القيمة الإيجارية انا عايز أأجر ب 10000 جنيه والمستأجر وافق رغم ان هو ضعف يعتبر القيمة الإيجارية، مفيش اي مشكلة خالص أدام المستأجر وافق، مفيش أدنى مشكلة. طيب بالنسبة لشرط المدة، أيضا المشرع لم يتدخل في تحديد المدة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وتركها لهم ينظموها كيفما يشاءون، ولكن بنجد أنه في ظل الإيجار أو عقد الإيجار 4 لسنة 96 أنه يجوز الإيجار من شهر أو أيا كانت المدة، وبشرط ألا تزيد عن 59 سنة حتى لا يكون ذلك حكرا. فأصبح المشرع أو غلت يده في القانون 4 لسنة 96 عن تحديد مدة الإيجار وتركها ولكن هناك بعض الناس من يرى أنه يريد أن يزيد المدة بعد هذه المدة اللي هي 59 سنة، فيقوم بإضافة بعض العبارات أو المصطلحات التي تدل على ذلك. وفي حالة وجود أي نزاع بشأن المدة بعد 59 سنة، فالمحكمة تستنبط وتستخلص ذلك من الاتفاق المبرم بين أو العقد المبرم بين الطرفين. تمام، يبقى احنا كده شفنا مع بعض أو اللي هو المدة وكذلك القيمة الإيجارية. طيب في حالة وفاة أحد المتعاقدين، يعني لو حضرتك استأجرت شقة وتوفى المالك، العقد دون بيسري في مواجهة خلفه
سواء كان الخاص أو العام. يعني إيه الكلام ده؟ الخلف الخاص هو ورثة المالك، يعني اللي هم الورثة الشرعيين بتوعه، اللي هو بعد ما يتوفى وفقا لإعلام الوراثة، الورثة اللي هم موجودين في عقد الإيجار هذا، عفوا الموجودين في إعلام الوراثة، هم دول بيسموا الخلف الخاص. أما بالنسبة للخلف العام فهو الأفراد الذين أو الأشخاص الذين يملكون العقار من المالك. يعني لو حضرتك عندك عقار ويوجد به وحدة سكنية وقمت بإيجارها أي مدة أيا كانت، ثم قمت ببيع هذه ببيع هذا العقار بما فيه الوحدة السكنية المؤجرة أو العين التجارية، بيصبح الشخص المالك الجديد اللي حضرتك بعت له العقار ده يعتبر هو الخلف العام بالنسبة لحضرتك. طيب في حالة الوفاة قلنا يبقى في حالة وفاة المؤجر العقد يسري في مواجهة أو في مواجهة خلفه الخاص والعام. كذلك أيضا في حالة وفاة المستأجر فإن العقد يسري لصالح ورثته طول المدة المتفق عليها بين المتعاقدين، إلا في حالة إذا ما نص في العقد على خلاف ذلك. يعني لو حضرتك والمستأجر أو المالك اتفقتوا مع بعض على إن في حالة وفاة أحد الطرفين ينتهي العقد أو يفسخ العقد، يبقى يعتبر هذا العقد منتهي تماما ولا يسري في ظل أو في مواجهة الخلف الخاص والعام. طيب في حالة إن أنا النهاردة عايز أقوم بتوثيق عقد الإيجار في ظل القانون 4 لسنة 96، هنفرق بين أمرين. لو أنا عندي النهاردة عقد الإيجار هذا مبرم بمدة أقل أو 9 سنوات فأقل، فهنا يجوز لي إن أنا أعمل له إثبات تاريخ في الشهر العقاري، أو إن أعمل التصديق لي في الشهر العقاري، أو إن أنا أقوم برفع دعوى صحة توقيع على المستأجر وتوثيق هذا العقد. طيب لو مدة العقد بتزيد عن 9 سنوات لا يجوز لي أن أقوم بعمل إثبات تاريخ، ويبقى قدامي أمرين فقط، ألا وهما أن أقوم برفع دعوى صحة توقيع أو أن أنا أقوم بعمل تصادق على في الشهر العقاري. والتصادق ده بيكون عن طريق حضور الطرفين في الشهر العقاري للتوقيع أمام الموظف المختص. في عجالة كانت هذه هي بعض الأمور اللي وردت إلينا من الاستفسارات الخاصة بالقانون 4 لسنة 96. يعني بنقول إن دي بعض الاستفسارات اللي وردت إلينا. برضو أي حد عنده استفسار أو أي حد عنده أي استفسار تاني بخصوص الأمر دون، احنا في انتظار تعليقاتكم، وبنقول لك يا ريت ما تنساش اللايك والشير علشان نفيد غيرك، والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد. يسرنا اننا كنت معاكم النهاردة، وتحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.